عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة من مادة تصميم منظومات الري الحقلي أو تصميم منظومات الري والبزل إن شاء الله. اليوم موضوعنا هو تصميم الكارير بايب ضمن اللاترال بايب. ممكن أني أصمم جزء من البايب يكون مانيفولد وجزء الآخر كارير، شنو الفرق بيناتهم؟ هو كل أنبوب فرعي يعني ممتد من الأنبوب الرئيسي الناقل، العفو الأنبوب الرئيسي اللي هو يعني المطلوب لتصميم المنظومة اللي يوزع الماء على الأنابيب الفرعية. الأنبوب الفرعي يكون بين نوعين، المانيفولد والكارير. شنو الفرق بيناتهم؟ المانيفولد أنا سبق ونوهت لهم بداية اللاترال بايب وشرحتهن وعطيتكم أنواعهن إذا ترجعون إنهن. الكارير وأنبوب فرعي ناقل يكون غير مثقب، يعني لا يحتوي على مرشات، نحتسب له مرات مرشات وتسمى بالمرشات الوهميه ايميجيشن. اما الانبوب المانيفولد لا، هو انبوب فرعي لكن يحتوي على مرشات فعليه. فمرات الانبوب اللاترال نفسه الفرعي اصممه لقطر لطول معين يكون عباره عن مانيفولد يحتوي على مرشات، والجزء الباقي كان يكون هذا الجزء الباقي من الحقل ماكو فد نوع من الزراعه معينه، فعلى يعني يعني فهذا يعني وهذا المكان ما موجود به زراعه، يعني على طول المواسم صيف او شتاء، يعني هاي المنطقه تكون هذا الجزء اللي مر بها الانبوب الفرعي ما مثل ما نقول ما يعني ما مصمم ضمن الديزاين الاريا لل يعني ككاتشمنت للاريجيشن للاجريكلتشر. سو انت حتى بهذا الموضوع يعني من ضمن موضوع الزراعه وغيرها يعني انه هذا الجزء انه يكون غير مخصص، فالانبوب الفرعي ماكو داعي يخلونه في هذه المساحه وفي هذا الطول يحتوي على مرشات، لان ديرش في ارض احنا نسميها جرداء. لذلك حتى نتجنب هذا الشيء نحول في هذا الطول المعين اللي ما يحتوي على نوع من المحاصيل فما تحتاج الى عمليه رش، يتحول من مينيفولد الى كارير. سو الكارير هو عباره عن انبوب فرعي لكن ناقل يكون غير مثقب تماما، هو هذا الفكرة الرئيسية بي. فهذا السؤال اللي راح ناخذه اليوم هو تصميم أنبوب فرعي يحتوي على نوعين، يعني أنبوب فرعي يعني يحتوي على نوعين من الكريتيريا، المينيفولد والكارير بايب. ده يقول لك أليفل، أليفل يعني شنو؟ يعني ما يحتوي يعني مع مستوى سطح الأرض، يعني ما يحتوي على انحدار. أول شيء شنو نوعهن؟ مينيفولد كارير بايب لاين. فالعنوان المحاضره هو ديزاين اوف مانيفولد كارير بايب لاين، يعني دمج. بالمناسبه ما يصير منبوب فرعي يكون فقط كارير بالكامل، يعني ولا شنو الغرض من عنده؟ بس الانبوب الفرعي بامكانه ان يعني يكون مانيفولد بالكامل او بامكانه ان يكون مانيفولد والكارير. الكارير هو عباره عن انبوب ناقل غير مثقب، ترجع للمحاضرات الاولى لبداية اللاترال بايب سبرنجلر بايب تقراهن وتعرف الأنواع. الطول مالته الكلي المينيفولد والكارير رجعت 500 متر لونج. السي المادة المصنعة من عندها الأنبوب قيمتها هو 150. هاز ذا انلت ديسشارج مقدار التصريف الداخل هو 45، يعني من البداية يعني التصريف الكلي. تمام. بارت 1 الجزء الأول أوف بايب هو شنو؟ هو مينيفولد بايب. رجعت طوله 240 متر. الاوبننج سبيسنج ايش قد مقداره؟ 12 متر، يعني شنو هاي المسافه بين مرشه واخرى. والدي 100 ملم. اند سبرنجلر ديسشارج والمرشات اللي ايش قد تحمل تصريف لكل مرشه؟ 1.5 متر مكعب على الاور. ذا ريمايننج بارت الجزء المتبقي من اللاترال بايب هو شو يسمونه؟ كارير بايب، يعني انبوب ناقل، يعني ما يحتوي على مرشات، مجرد ينقل الماء من مكان الى الاخر المطلوب من عنده. الدي ايش قد؟ 75 ملم. ذا بريشر هيد ات ذا اند مقدار ايش قد؟ البريشر هيد بالنهايه 30 متر. كالكوليت ذا انلت بريشر هيد، تمام عيني؟ احسب له قيمه الانلت بريشر هيد. هسه هو ايش مطيك؟ الهيد بريشر وين موجود؟ بالنهايه. اول شيء اجد الجزء الاول اللي هو الطول الكلي ايش قد؟ 500، تمام عيني؟ الطول الكلي هسه ايش قد بالرئيسي؟ 500. بس انا انتبه هال 500 مو هي اللي استخدمها، لان 500 للطولين اللي هو المينيفولد والكارير. انا يهمني الجزء الاول ذا 1 بارت اللي هو هذا بارت 1 اوف بايب لاين، هو يا هو المينيفولد. اذا انا وين تصير المرشات؟ على المينيفولد. ايش قد طوله؟ 240 متر. اقسم ال 240 على الاس 1 وجدنا مقدار المرشات الموجوده وين؟ على الانبوب المينيفولد.
تمام عيني. اذا الكيول المينيفولد هو عدة التصريف الخارج من المرشة الواحد ايش قد مقداره 1.5 تمام عيني، فعشرين عدد المرشات في التصريف من المرشة الواحدة وجدته. زين أنا عند التصريف الكلي منطنيه the end of discharge 45 أطرح من عند التصريف اللي انفقد بالمينيفولد، إذا هذا التصريف المتبقي هو شنو؟ هو التصريف بالأنبوب الناقل. تمام، نحسب عدد مرشات بالأنبوب الناقل، لكن هذه مرشات وهمية ما موجودة فعليا، بس حتى نعرف التصريف إذا راد يتوزع داخل الأنبوب الناقل شلون يتوزع. فتحسب الN يعني عدد المرشات الوهمية imagination، شو يساوي لك؟ يساوي لك التصريف الكلي بداخل الأنبوب الفرعي الناقل اللي هو 15 على تصريف كل مرشة، تصريف المرشة الواحدة تمام عيني، 15 اللي هو تصريف الكارير بايب اللي حسبناه على تصريف المرشة الواحدة. ايش قد طلعت المفروض انا اسوي كمرشات تعتبر وهمية ما موجودة بأرض الواقع؟ هو 10. الطول الكلي انا ليش سويت هالشكل؟ حتى احسب الطول. زين الطول الكلي شلون احسبه؟ احسبه عدد المرشات في المسافة بين مرشة واخرى. عدد المرشات الوهمية ايش قد ظهر؟ ظهر 10 في المسافة بين مرشة واخرى 120. هذا طول اضافي يضاف للمينيفولد تمام عيني، هاي عرفناها. هسه نجي بعد ذلك نحسب الكيو التصريف اللي احنا نسميه الموجود، احنا نسميه ايميجيشن او يعني الكلي اللي ظهر، او احنا نسميه تصريف الكارير بايب اللي تصريف الانبوب الناقل تمام عيني. هسه يعني وكانه هذا هو، لاحظ هذا انبوب فرعي بالكامل، هذا الانبوب الفرعي مقسم الى بارتين، البارت الاول مينيفولد لاحظ موجوده به مرشات، التصريف الكلي الداخل 45، الطول مقسم الى جزئين، الجزء الاول ايش قد مقداره؟ مقدار 240، والجزء الثاني كذا. التصريف اللي هذا ال 15 احنا حسبناه تمام عيني، هذا هو الكارير عباره عن انبوب لاحظ ما مثقب بالكامل، مغلق بالكامل، مغلق مرتبط يعني يعني شلون احنا صار له كونكشن ارتباط مع الانبوب الفرعي المثقب. فلاحظ هنا يكون على طول المسار مغلق، لكن هذا لاحظ مثقب يحتوي على مرشات. هسه نجي نحسب قيمه الاتش اف، الاتش اف للكارير والاتش اف للمينيفولد. اذا تذكرون بالمحاضرات الويليام هيزن اكويجن اكو فاكتور اخذناه سمونا معامل التقليل كريستيان ريدكشن فاكتور، قلنا دائما ناخذه بالانبوب الناقل يساوي المعامل واحد لان ماكو خسائر بسبب المرشات، لان اصلا الانبوب الناقل ما يحتوي على مرشات. فتحسب قيمه الاتش اف والمعامل الاف ان بالنهايه يحذف لانه هو اصلا قيمته واحد تمام عيني. هاي بيمن بالكارير الانبوب الفرع الناقل فقط، لكن الاتش اف للمينفولد لا تبقى قيمه الاف، والدليل هذا هو. طيب بس هو ياخذ التوتال اساسا، شنو ايش قلت؟ توتال مينفولد اعتبره وكانه بالكامل مثقب يعني مع الثقوب الوهميه. نطبق المعادله بالكامل، التصريف ناخذ التصريف الكلي تمام عيني، والطول ناخذ الطول الكلي اللي هو الطول الاول زائد الطول الثاني. عدد المرشات ايش قد ظهرنا بالمينيفولد؟ مرشات حسبناها 20، وايش قد حسبنا الوهميات اللي نفترض انه لو كان موجودات على 10، فعدد الكلي 30 تمام. تروح تدخل التشارت تسقط تطلع قيمه ال 30 ايش قد قيمتها، فنضربها بالاف ان. زين الاتش اف، الاتش اف المن فقط للانبوب الفرعي اللي احنا نسميه ايميجيشن او الوهمي بالكامل يحسب تصريف ايش قد الكارير 15، الاف ايش قد تاخذها للوهمي بس يعني كقيمه اتش اف للوهمي ايش قد ناخذها؟ تؤخذ اذا راد يحسب يعني كقيمه بالنسبه ل 120 للجزء اللي احنا شو حسبنا له؟ حسبنا له انه بمرشات، فتاخذ قيمه الاف اف الاف او الاتش اف الهيد لوسز للعشره. فهسه الاتش اف هو عباره عن جمع دول ثلاثه، تجمعهم بالكامل هاي القيمه جمعتها تضيفها لقيمه الهيد بريشر اللي موجوده ات ذا اند تمام. هاي القيمه النهائيه الموجوده ات ذا اند، بتلاحظوا هاي القيمه النهائيه الموجوده ات ذا اند، لان ايش قد البريشر هيد ات اند؟ اذا نرجع للسؤال، البريشر هيد ات ذا اند كارير ايش قد مقداره؟ 30 متر. فاضيف مع قيم الاتش اف استنادا الى خط الطاقه يطلع هذا مقدار الهيد لوسز الكلي او الاتش اف او البريشر هيد شحنه ضغطه او احنا يسمونه شحنه الضغط الكليه اللي موجوده في مقدمه الانبوب مقدارها طلع 35.86. هاي محاضرتنا لهذا اليوم تناولت اذا كان الانبوب الفرعي
احنا يعني مو بالكامل يستخدم لعمليات الرش، وانما جزء من عنده يكون من عنده يستخدم لعمليه نقل او تحويل من انبوب الى اخر، فيسمونه الكارير بايب. فلذلك اللاترال بايب يتقسم الى جزئين اللي هو المينفولد بايب زائد الكارير بايب. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه. نلتقي بكم ان شاء الله بمحاضره اخرى. دمتم